مفتشية أقسام الجمارك، ربما المواطن يتساءل كيف تدخل هذه المفقعات للتراب الوطني، عن طريق ماذا؟ عن طريق الحدود، عن طريق الموانئ، وما هو دور مفتشية الجمارك للتصدي لمثل هذه المخالفات صح القول، والتي ربما يعاقب عليها القانون، خصوصا أنها مواد متفجرة إن صح القول. بسم الله الرحمن الرحيم، نشكر الإذاعة الجهوية. برنامج تحسيس لخطورة هذه الظاهرة على المواطن وعلى المواطن، وكذلك لارتباطها السلبي مع احتفاليات المولد النبوي، وكذلك احتفاليات أول نوفمبر والاحتفاليات الأخرى. تعتبر المفرقعات من البضائع المحظورة التي تحظر بنص قوانين معينة نصت عليها وعلى إحضار على أنها بضاعة محظورة وتداولها غير شرعي. من بين هذه القوانين مرسوم رقم 291/63 المتضمن منع الصنع وبيع المفرقعات النارية، القانون الجمارك لاسيما المادة 324 منه، والأمر الرئاسي 05/06 المتعلق بمكافحة تهريب هذه البضاعة. وهناك عقوبات ردعية للمخالف، وهي عبارة عن غرامة جمركية تقدر بخمس مرات من قيمة البضاعة في حالة الحجز إذا ما كانت هناك وسيلة نقل، وغرامة جمركية قد تصل إلى 10 مرات في حالة وجود وسيلة نقل، إضافة إلى المتابعة القضائية للمخالف. حاليا نحاول أن نحد من هذه الظاهرة، ظاهرة الاتجار بالمفرقعات. المفرقعات هي عبارة عن بضائع تجي من الخارج عن طريق مسالك، عن طريق مختلفة، لأن المهربين يستعملوا مختلف المسالك لكي يدخلونها للتراب الوطني. نعم. سواء المسالك البرية أو جوية أو بحرية، باستخدام تقنيات للإفلات من الرقابة الجمركية، سواء على مستوى المكاتب أو خارج المكاتب. نعتمد على أننا نقوم بردع هذه المخالفات على مستوى المكاتب من خلال التفتيش الدقيق، وكذلك في المناطق الداخلية من خلال وضع حواجز جمركية ودوريات وكمائن على مستوى المسالك اللي معتاد المهربين يدخلونها لجميع المدن الداخلية. هذا التنسيق يكون مع جميع مصالح الأمن المختلفة. وشرعنا هذه السنة في إعداد برنامج خاص لهذه المناسبة، إضافة إلى برمجة خارجات ليلية أيام الاحتفال. إلا أننا نعتمد كليا، يعني وخصوصا أن التجربة أثبتت السنوات الأخيرة بأن الجانب التحسيسي له دور كبير في الحد من هذه الظاهرة، لأن هذه الظاهرة إن لم يكن هناك تكافل اجتماعي لمختلف المصالح بما فيها الجمعيات والنشطاء الاجتماعيين وكذا، الإذاعة وشؤون دينية وحماية مدنية وجمارك ومصالح مسؤولية الجميع، مسؤولية الجميع، بالإضافة إلى أن هذا الشيء هو في حد ذاته منبوذ أخلاقي. صح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو خير الأنام من تقصير او من اطاحه باننا نحتفل بهذه الاشياء. حتى الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث اذكره انهم يقولوا مثلا الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فكاننا عندما نفخ الكير كاننا نضرب بالمفرقعات، يقوم باهانه الحديث عن طريق النار، وكاننا نمر الجليس السوء. فكل جليس السوء يروح هذه الاشياء، اما الجليس الصالح او الاحتفاليات الصالحه تكون بالذكر، تكون بالقول الحميد، بالتربيه الحسنه في جميع المجالات كاباء، ونحن اباء بالدرجه الاولى، وكمنظومة تربوية من حيث التلاميذ، من حيث الطلبة الجامعيين إلى آخره، يكون عندنا وعي بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أن نحتفل به بهذه الطريقة. نعم. بالنسبة أم منحنى تنازلي للأرقام المسجلة فيما يخص حجوزات الخاصة بالمفرقعات على مستوى ولاية عين تموشن؟ والحمد لله أننا من خلال
هذا البرنامج اللي كان نكبت عليه المصالح منذ حوالي 5 سنوات تقريبا، اننا عمليات الحجز اصبحت في تقلص مستمر، في تشديد الرقابه، وذلك بسبب تشديد الرقابه وكذلك حتى الوعي على مستوى المواطن وحتى على الدور الفعال اللي تقوم به المصالح الاخرى فيما يخص عمليات التحسيس. نجرى عن ذلك باننا لاحظنا بان المحجوزات تقلصت تقريبا سنه 2019 كانت منعدمه، في سنة 2019 تقريبا انعدمت محجوزات، تبقى كانت لمخلفات تاع سنوات سابقة قمنا بعملية الإتلاف نتاعها سنوات 2017 و2018.